2008. نت ديجا صححت 2008 ومشيت 2009. صححت 4 سنين مع مونبولي. بعد لما انا حالة حبيتش نقول لهم اللي كنت في مضروب ديجا. ما عملتوش تيست ميديكال وقتها؟ لا جاو صحوا لي في تونس ما غير تيست ميديكال، ما غير حد شيء. مونبولي تخدم هكا؟ كاو تغروا تغشوا فيا. اي خاطر انت شوف معناها مو لا وقتها شنيا الوجيعه اللي عندي في كتفي ما تظهرش. جست شويه من الاول نلعب يوجع من الاول كتفي برشا تسخن تمشي على روحك تسخن هكا وما عادش تحس من غدوه عاد ولا في الليل ما عادش نجم نرقد عليه كتفي ما عادش نجم نزل ما حاجه. كيف كانت هي البلاسيون هذيك؟ هي نجم نقولوا خدمه غالطه ومع كان طوندينيت كما نقولوا بدات شوي بشوي تكبر في الكلوب ولا في توان. هي بديت تعرف كي ارتحتك العام ملي رجعت العام اللي بديت نكور فيه مع الكلوب بديتك عملت لي سيني. اما نمشي للطبيب ولا حاجه يقول لي ما تخافش طوندينيت وانت تمشي على روحك. بديت نمشي لاي طبيب يقول لي طوندينيت. كان جيت فاهم اللي هي ماهيش طوندينيت راهو الواحد وقف و فهمت وداواه كما نقولوا قاعده. حتى طبيب في تونس ما فاق بها شنيا؟ ما خموش كما نقولوا. تجي ما تلعب مع الكلوب بعد تجيك كيب ناسيونال حتى الكيب ناسيونال كي نمشي نقول لهم كتفي وش يقول لك كيفاش نجيب تلعب هكاك في الكلوب وتجينا لهنا. جوستومون انت اليوم في الاسبيرونس معناها بالمسيرة هذيا تبارك الله وكتفك كنا نحكيو في الاوف قلت لك وسامح ما وقت اللي كتفه ضرب يلعب لاعب كان ديفونس معناها. كتفي ديجا تسمى اكثر من وسام حمام خاطر وسام دوما ما وجعوا كتفه حبس عمل العمليه وقعد يلعب ديفونس. يعني معناها 4 سنين قعدت نكور بيه. ديجا الشيروجيان في مونبولي قال لي كيفاش كنت تكور انت ما كتفك الحاله اللي فيها انت كيفاش كنت تكور. قلت له بقدر ربي كنت تكور. ولا اليوم تتقوى على روحك ولا كيفاش بالضبط؟ والله ساعات الكتف توا تفرهد معناها. اما دوبا ما رجعت معناها من مونبولي خاطر العمليه انا ماهيش ناجحه زاد حتى غادي ما نجحتش. اي عامين ونص نلعب في ريديوكاسيون نكور شويه ونرجع للسونتر نلعب في ريديوكاسيون. بون خاطر زاد تبعتهم ما تعملش هذه ما تمسش الديفلوبي ما تخدمش هكا كتفي ماشي ويضعاف. قلت هذه مش حل هكا الواحد مش يقعد معناها. عملت اللي في مخي كما كنت مستني نعمل قلت هو يوجع معناها خلينا نخدم قوي وما مشي وجعني وفما تير وما فما شويه فرصه هكا تفهمنا باش نسخوا لامياء فاقوا بك غشيتهم معناها. لا لا كيفاش كانت تتفادوا؟ والله ما في بالي اصلا كي مشيت للبلي عملنا البيت ميديكال قالوا لي في باليش قالوا لي كتفك في حاله معناها كيفاش باش يتقطع التوندون والعظم يحك في بعض. ما تغشوش عليك ما تبدلتش المعامله غادي ولا حاجه؟ لا والله من الاول لا. اما انا قلت لك كيف العمليه ما نجحتش وقعدت نقاسي كما نقولوا ما نجمش نكور حسيتها معناها حتى غاضتني واحد قاعد كيك ماشي مع الماشيين جاي مع الجايين وهو يداوي. قلت مش حل ما براش كتفي. قلت لهم هي ايجا نفسخوا من غير لا تغزروا لي الغزرة هذيك انا نخلصوا فيك وانت قاعد لحد شيء شنو بيناتنا كونترا ايجا نفسخوا كاو كاو. كي قبل ما نفسخوا جملة قلت لك تلهيت وحدي بديت نخدم وكذا مشينا عملنا تورنوا في المانيا رجع كتفي سافا هكا وحده اوكي كمان اي خاطر قويتو عملت التورنوا به قالوا لي يقعد ما يرجع عليه قلت لهم زي ما عادش قعد ابون عليه والله ايه ساي ساتوري مخي اي برشا ستريس. وقلت لك يا ريت المعامله نتاعهم تبدلت معناها مونبلي اللعبات تحت مش باش تلعب فين انت قلت لهم لا؟ اي قلت لهم لا اي مع راحه المخ الواحد راحه البال قبل كل شيء باش تلعب في جمعيه تبدا مرتاح تعرف اللي ما فماش السونيه وكل يستناو فيك في الدوره هكا واحد سينا. شكون فما كانوا توانسه وقتها هيكل وعصام ولا مازال؟ حمام وتيش ما عاونوك شويه غادي؟ والله يا لي اقعد قلت لهم زيد ما عادش فيه. ديجا وقت الكلوب عاودوا كلموني والاسبيرونس كلموا فيه حتى دانكيرك كلمتني قلت لها لي حتى دانكيرك داير قالوا لي في بالنا بالسيتياسيون تاع كتفك وتو نخدموا مع بعضنا قلت لهم فرنسا ما عادش قاعد فيه.
علاش حبيت تروح لتونس معناها؟ حبيت لك هيك نبدل الجو ياسر، مونتاليتي اخرى. و بورتون دانكيرك معناها كنت نجم نمشي خاطر لا يلعب شامبيونز ليغ لا حتى شيء، معناها حتى في الترونمون في الواحد اهم من مونبولي، خاطر مونبولي برشا ريتم قوي واحد. اما تجي تحسب فيها تقول زيت تحسبها من ناحيه شنو؟ نحن نفهم انا ملاعب يخلي فرنسا قلت لك راحت البي واش دخل فرنسا واش دخل المانيا واش دخل؟ لا مهم اللاعب يلعب في نيفو في فرنسا خير من الشامبيونات تاع تونس معناها شنو؟ ممكن في مازال هذيك المشكله. يا يعني قلت كان يعاود يتحير عليه غادي معناها زيد بارد دانكيرك مش كيما مونبولي تقصى في البرد اللي جاي تتحير اكثر. قلت باش نقعد نقاسي هاي زيد روحت لتونس رجعت معنا مع الكلوب عملت 6 شهور وبعد مشيت للترجي.